زميلي الاستاذ يوسف الحسيني من اديس ابابا. يا يوسف ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. اول حاجه بس قول لي ايه اخبار الجو عندك؟ برد وحر وكده وبار ولا يعني برد زي عندنا؟ الجو الصبح اكتر من رائع، الجو بالليل برد، برد زي مصر تقريبا، يعني درجه الحراره تقريبا حوالي 13 درجه مئويه بالليل. وعندك بقى مطر او كلام زي كده؟ في مطر عندكم ولا ايه الاخبار؟ جو اكتر من رائع. هنا الجو ربيع والدنيا ربيع وكل حاجه، والجو بديع. طمني ايه اخبار القمه؟ بيحصل فيها ايه دلوقتي؟ والله هو كان في جلستين النهارده مهمين جدا، سواء اذا كانت جلسه الميتاد او جلسه مجلس السلم والامن. جلسة الميباد كانت مهمة بالنسبة لي لأنه لفت نظري كلمة رئيس زيمبابوي الحالي، وأنه اتكلم فيها عن الرئيس السابق موغابي، وانت عارف انه حصل تغيير جذري في السلطه هناك، والحزب الحاكم هو اللي اختار الرئيس الجديد. الكلمه كانت اكتر من ايجابيه بخصوص موغابي، وكانت لفته للنظر جدا بالنسبه لي، وانه تحدث حول ارث موغابي وعلاقه موغابي بافريقيا، وانه يجب على زيمبابوي انها تستثمر ارث موغابي، وانه موغابي طالما رعى بلاده في زيمبابوي وطالما كان مهتما بافريقيا، وعلينا ايضا نحن ان نهتم ونرعى موغابي جيدا. فدي كانت جمله بالنسبه لي لافته للنظر جدا في مساله التعايش مع تغيير السلطه، حتى لو دون رغبه السلطه القائمه في البلاد. وعلاقه السلطتين، يعني رئيس حالي برئيس سابق خلع من منصبه او توافقوا على خلعه، فالعلاقه ما بين الرئيسين وكيفيه الحديث بهذا الشكل كانت بالنسبه لي لفت النظر جدا. طب يوسف ايه اخبار مصر عندك؟ ما انا هقول لك، الكلمه الثانيه كانت بتتعلق برئيس رواندا، وكان بيتكلم طبعا على مبادره ميقاد او المفوضيه يعني لو صح التعبير. وهنا جت الكلمه المصريه بعديه تقريبا لا جت بعديه مباشره، كان الرئيس ما قدرش يحضر ميقاد نظرا لتراسه جلسه مجلس السلم والامن الافريقي، والمندوب المصري وضح انه ده السبب الرئيسي وراء عدم حضور الجلسه، ولكنه متواجد في مقر الاتحاد الافريقي. والرئيس الرواندي كان بيتكلم كتير على مسألة إعادة هيكلة للميباد وللوائح المنظمة ليها وما إلى ذلك. فالمندوب المصري كان في كلمته جزء منه رد على رئيس رواندا في أنه يجب علينا ضرورة التزام بمواضعه لأداء الخمسة المؤسسين، واللي منهم مصر بطبيعة الحال، كانت مصر والجزائر من البلاد اللي اشتغلت على الميباد، أنه خلونا نلتزم بالسياسات اللي حطها أو التصور اللي حطها الآباء الخمسة المؤسسين، وخلونا نشتغل على تفعيل اللائحة الحالية، وده احنا يبقى في عندنا لائحة معتمدة رسميا من قبل الاتحاد. ده جوه النفاذ. جوه مجلس السلم والامن لحد ما مشينا من الاتحاد الافريقي كانت الجلسه منعقده، لكن كان الكلام الرئيسي فيها زي ما اكيد الناس عارفه متعلقه بمساله هجره الارهاب، والتركيز اكتر كان على مساله هجره الارهاب من خارج افريقيا، يعني الارهاب الذي قد يكون قادما من العراق او من سوريا داخلا الى افريقيا، خصوصا هناك حاضنه كبيره زي ما انت عارف في نيجيريا الا وهي بوكو حرام، واللي ادت فروض الولاء والطاعه لداعش بعد ما كان التنظيم تابع للقاعده. مساله انه ازاي يقدروا يفعلوا تجمع الساحل والصحراء في مواجهه الارهاب القادم من خارج افريقيا، لانه في مسرح عمليات دائما للاسف موجود في ليبيا، وفي بعض العمليات بتحصل على سبيل المثال عندنا هنا في الصحراء الغربيه. الرئيس المصري عاوز يركز اكتر على مساله خلق اليه حقيقيه لمواجهه الارهاب، وخلق استقرار وامن وسلام كامل في القاره الافريقيه، علشان تقدر القاره تشتغل على اجندات النهضه والتنميه فيها. نعم، اشكرك استاذ يوسف، شكرا جزيلا، وترجعوا لنا بالسلامه انت كريستين وكل فريق العمل، وان شاء الله هنتابع معاك بقى يعني كل شويه وقت كده نشوف ايه اللي بيحصل.